هسه نكمل التكملة مال الهيت كيورد اكريليك ريزن. انا بدي اقسم لكم اياها بارتات بارتات على مود ما تصير يعني ملل عندكم. هسه راح نجي ناخذ البروبرتيز اوف هيت كيور اكريليك ريزن. اول شيء طبعا هي هو 17 بروبرتي. اول واحد اللي هو تيست اند اودر، تكون تيستلس اند اودرلس، يعني تيستد ما لها طعم. كومبليتلي بوليمرايزد اكريليك ريزن از تيستلس، يعني ما عندها عديم الطعم. اند اودرلس يعني عديم الرائحه. استيتيك البروبرتيز باتي يكون يعني استيتيك جمالي. It is a clear transparent resin، يعني يكون شفاف، عبارة عن مادة عجينة شفافة. transparent resin which can be pigment، انه احط لها pigment اللي هو colored easily to duplicate the oral tissue، يعني شنو يمكن صبغها انه تلوينها، احط لها اللون الوردي على مود التشابه ويا الاورال تشور، يعني هي بحساب الجنجيفا مالتنا والجنجيفا لونها بينك بينكي. It is compatible with diet synthetic filler so aesthetic is accepted. شنو يقول لي انه متوافقة ويا diet synthetic filler ويا الحشوات الصناعية اللي هو الفيلر synthetic so aesthetic is accepted. التجميل يعني يكون موجود ومقبول. الدنسيتي قلنا الهيت كيور لازم الهيت كيور اكريليك او بصوره عامه هي الـ يعني الدنشر لازم يكون الدنسيتي مالته خفيف، انه الدنسيتي ذا بوليمر هاز دنسيتي اباوت 1.2 غرام بير كيوبيك سنتيمتر. اوكي زين، الخاصه الابر، خاصه الابر زين. السترينث، these material are typically low in strength، يعني شلون يعني low in strength، يعني مالتها strength او قوة الضغط تكون ضعيفة منخفضة. compression strength، compression strength مالتها 75 ميجابكسل او ميجا بكسل، while the tensile strength 52 ميجا بكسل. 52 ميجا بكسل زين. The cold cured resin has lower strength value than the heat cured acrylic. إننا شو يقول لي بالنقطة الرابعة، إنه ال cold cure اللي هو اللي يكون بارد اللي هو self cured has lower strength value than heat cured acrylic، يعني بعد عنده أقل strength من الهيت كيور، يعني فوق ما هي الهيت كيور هي low in strength اللي هو الكمبرسس 75 والسترينث الكمبرسس سترينث 75 والتنسال سترينث 52، انه بالكولد كيور lower strength value than الهيت كيور. النقطة الخامسة impact strength، انه الصلابة مالته الصلابة مو كلش صلب الهيت كيور، يعني ينكسر من يوقع. It has lower impact strength. The ideal denture resin should have high impact strength to prevent breakage when it is accidentally dropped. إنه شو يقول؟ الideal denture resin لازم إنه يكون should have high impact strength. يعني شنو؟ قوة تأثير عالية لمنع الكسر، إنه قوة صلابة عالية to prevent breakage when it is accidentally dropped، من يوقع مثلا عن طريق الخطأ يعني. addition of plasticizer اللي هي راح تزيد لي من increase the impact strength. self cure acrylic اللي هو cold has lower impact strength. إذا الكولد كيور lower strength lower impact lower strength minimal compressive والتنسايل، وايضا الكمبرسيف والتنسايل ما حكتبها هنا حتى الحشك. المهم انتو حفظوها، السيلف كيور has lower impact strength و has lower compress
compression strength who has lower tensile strength. زين. النقطة السادسة الهاردنس. هو مو كلش شو مثلا نان الامباكت سترينث مو الصلابة. كانت الامباكت سترينث انه قوة التأثير عالية، انه القوة مثلا اذا تعرض للتأثير خارجي شي يصير له راح ينكسر مثلا. نان الهاردنس انه يكون صلب. الاكريليك هاز لور هاردنس يعني مو كلش صلب هذا الهيت كيور اكريليك. كان بي ايزلي سكراتش انه سهل شو مثلا خدشه، انه سهل خدوشه. سيلف كيور اكريليك هاز لور هاردنس فاليو ذان هيت كيور اكريليك، انهم همين لور هاردنس فاليو. برينال هاردنس نمبر هيت كيور اكريليك 22 واير بول كورد كوير 16 الى 18، بينما البريل هاردنس نمبر هي للهيت كيور 22، بينما الكولد كيور ريزن 16 الى 18. موديولس اوف الاستيسيتي يعني معامل المرونه. They are sufficiently stiff for use in complete and partial denture. المالتي الكيور راح يكون صلب لدرجة كافية انه استعمل الكمبليت والبارشيال دينشر. when compared with the metal denture bases it has very low stiffness. اذا اقارنا ويا الميتال فهو it has very low stiffness. more flexible than metal، بس هو صلب بس هو more flexible than metal. the cold cure have slightly low modulus elasticity than heat acrylic. كم يعني low modulus elasticity than الheat cure acrylic. النقطة الثامنة اللي هي dimensional stability، لازم انه ما تتغير. well processed acrylic resin denture has good dimensional stability. إله ثباتية على انه تبقى dimensional stability مالته زينة يعني good. the processing shrinkage is balanced by expansion due to water absorption. اذا صار عندي shrinkage راح اوازنها ويا expansion اللي راح يصير عن خلال الwater absorption اللي هو امتصاص الماء. زين. الشرينكج يعني شنو؟ شرينكج الانكماش. acrylic resin shrinkage during processing due to thermal shrinkage on يعني thermal shrinkage on cooling and الأكريليك ريزن شرينكج during processing. أول شيء خلال عن طريق شنو؟ عن طريق أول شيء thermal shrinkage، من هو مثلاً حار وأسوي له cooling فيصير بي شرينكج. الثانية إنه البوليمرايزيشن شرينكج الطول مالتي. مع هذا هو dimensional stability مالتي زينة لأنه حعادلها ويا الإكسبانشن مع الواتر زوبشن. polymerization shrinkage of heat cure acrylic volume shrinkage 8%، linear shrinkage 0.53%, while the linear shrinkage of cold cure resin about 0.25. يعني شنو linear shrinkage اللي صار بالcold cure احسن من linear shrinkage اللي صار بال الهيت كيو. ليش؟ لان يعني هذا هيت في البوليمرايزيشن حيطول يلا يصير بوليمرايزيشن، بينما هذا كولد راسا يصير. تمام. زين. ووتر ابزوربشن اكريليك ريزن ابزورب ووتر اند اكسباند ايش قد 0.6 الى 0.6 ملي جرام على سنتيمتر مكعب. فلهذا من راح يصير بيشرينكج راح يتوازنون فراح يصير عندي دايمنشنال ستابيليتي هاي راح تتوازن ويا هاي تتساوى ويا هاي بحيث راح يصير عندي لان اللاينير شرينكج مالته 0.5 وهو الاكسباند 0.6 فراح يصير بالانس. this partially compensates يعني هذا this partially compensates for its processing shrinkage راح يعوض جزئيا من الانكماش اللي صار عن طريق البروسيسنج اللي هي البوليمرايزيشن. This shrinkage is reversible
هذا الشرينكج انه عكسي، يعني شلون بالحراره يصير مايع وبالبروده يصير سولد يعني صلب. Thus on drying they lose water and shrink. من راح يجف راح هو يعني الشرينكج شلون حيصير، انه اكيد من مثلا بروده وحاره، فانه thus on drying من يصير انه جاف they lose water and shrink راح يفقد الماء ويصير بشرينك. However repeated wetting and drying should be avoided as it may cause rupage warpage of the denture. Rupage مدري warpage، المهم انه ما يصير هاي التعداد اللي حيصير بي الwetting drying wetting بعدين drying should be avoided. يعني شنو should be avoided راح تسبب لي انه it may cause warpage، يعني لازم نبتعد انه كرسة نجففها ويصير بها wetting نرطبها، لانه راح يصير عندي warpage of the denture. Warpage يعني انكماش، او يعني شلون راح ينكمش هو هذا طقم الاسنان اللي هو denture. Solubility قابلية الذوبان بالماء، هذا انه insoluble. Acrylic resin is insoluble in water and oral fluid، مذوب بالwater والoral fluid. They are soluble، بس شنو soluble بالكيتونز والأستر، soluble in ketone والأستر. زين thermal conductivity لازم انه هو يوصل الحرارة، بس هو هذا they are poor conductor of heat. This is undesirable because the patient wearing acrylic denture often complain that they cannot feel the temperature of the food or liquid they ingest. يعني شنو هي طبعا هاي ردي الهاي، لان this is undesirable because the patient يرتدي الطقم هذا الطقم راح يشكو غالبا من انه ما راح يحس بالتمبريتشر مال الفود اور ليكويد they ingest اللي راح يتناولها. زين اللي راح يتناولها 13 coefficients of thermal expansion معامل التمدد الحراري. عفوا coefficient of thermal expansion معامل التمدد الحراري. Acrylic has high coefficient of thermal expansion about 67 في 10 سالب 6 سنتيمتر per سنتيمتر في سيليسيوس. Addition of filler reduces the coefficient of expansion. إذا أضيف filler فراح يقلل لي من الكوفيشنت من عامل التمدد، هي لها تمدد حراري. زين كوفيشنت اوف ثيرمال اكسبانشن اللي هو 76 في 10 سالب 6، اذا ضفنا فيلر تبو هنا، اذا ضفنا فيلر reduces the coefficient of expansion. زين color stability انه لازم color stability. heat cured acrylic have good color stability. يعني هذا color stability انه ثباتية اللون اللي حيصير بها لازم تثبت انه ما يروح يصير غير لون. يعني heat cured acrylic have good good color stability انه شنو تحتوي على قابليه، يعني قابليه انه يثبت بالتها اللون جيد. cold cured is slightly lower yellows every slightly، يعني شنو يصفر قليلا. زين biocompatibility يعني شنو، يعني شلون اقول لكم اياها، متوافق حيويا ويا هيئة الأورال إبيثيليوم. Completely polymerized acrylic are compatible due to low percentage of residual monomer. يعني يقول إنه الأكريليك المبلمر اللي هو البوليمرايزيشن راح يكون متوافق حيويا ويا low percentage of residual monomer.
low percentage اللي هو النسبة مال الريسيدوال مونومر، زين يعني المونومر المتبقي نسبة إلى اللو. So allergic reaction to acrylic resin may be seen in the oral cavity. مو هذا المتبقي. So allergic reaction شلون أقول لكم، يعني أكو بعض البيشنت هي إنه راح يصير عندهم allergic reaction للacrylic resin may be seen in the oral cavity في تجويف الفم. Adhesion of acrylic to metal and porcelain is poor and mechanical retention is required. يعني شنو الالتصاق الأكريليك بالمعدن والبورسلين حيكون ضعيف. And mechanical retention is required. Adhesion to plastic denture tooth is good. Chemical adhesion هناك كان mechanical adhesion، هذا chemical adhesion. هذا chemical adhesion إنه التصاق كيميائي راح تلتصق بالplastic denture teeth. زين آخر واحدة اللي هو residual monomer اللي هو المونومر المتبقي راح يسبب لي instances of toxicity or allergic reaction have been related to excessive residual monomer that result from improper processing. يعني شنو المونومر المتبقي راح يسبب لي أما toxicity أو يسوي لي allergic reaction. شنو allergic reaction؟ يعني حساسية. have been related to excessive نسبة إلى أنه عندي هواية صار مونومر متبقي that results from improper عن طريق المعالجة، يعني غير ما خلطت ما سويت mixing زين. يعني the highest residual monomer level is observed with cold cure acrylic، بينما بالcold cure the highest residual observed يعني تمتص. هذا the highest إنه is observed with cold cure مع الباردة مثلا اللي هو cold cure during the polymerization process of the hot cure acrylic the amount of residual decrease firstly rapidly and then later more slowly. إنه خلال عملية البلمرة إنه لازم ال amount of residual decrease firstly rapidly، لازم أول شيء أتخلص من عدها إنه أفتح الكفر وتتبخر and then later more slowly. ويعني شنو أنتظرها يعني بشكل بطيء. It should be processed for a long time. It should be processed for a long time to reduce the residual monomer. إنه أني أنتظر أظل أنتظر إلى أن يعني لتقليل المونومر المتبقي، أنا أقلل من المونومر. زين هسه احنا أخذنا كل هذا اللي أخذناه فوق هو كان heat cure acrylic. راح هسه نبدي بال cold cure acrylic اللي هو شنو chemically اللي هو chemical activated resin. انه كيميائيا او من الداخل يصير بي polymerization auto polymerized or cold cure، يعني هو درجة حرارة الغرفة يصير بي polymerization or self cure polymethyl methacrylate، يعني هو auto يعني من نفسه يصير cure. هاي كلها تسميات. الكمبوزيشن راح تكون same as the heat cure version with following difference. عندي بعض الاختلافات. اولا الباودر the powder contains small size particles bead of polymer of polymethyl methacrylate small size and that have a lower molecular weight، وبالتالي راح يكون عنده lower molecular weight and contain من حيصير lower molecular weight راح يصير عندي disadvantage. زين and contain benzyl peroxide اللي هو الانيشيتر، هناك هم كان يحتوي على البنزيل بيروكسيد. الليكويد هنا راح يصير هنا الليكويد تتذكرون من شرحنا الهيت كيور اكريليك قلنا انه اول شيء
الباودر راح يكون همين ايضا بالبنزايل بيروكسيد اللي هو انيشيتر تو برودوس فري راديكال. وهنا عندي ال وبالليكويد راح يصير عندي الميثايل ميثاكريليت والكروس والانهبيتر اللي هو الهيدروكوينون. تمام كنت اتاكد. المهم ان انا راح يصير عندي همين البنزايل بيروكسيد بس مثل ما قلنا السمول سايز اوف بوليميثايل ميثاكريليت. انا ايضا راح يحتوي على البنزايل بيروكسيد كانيشيتر. زين هو هذا البنزال اللي راح يتكسر راح يكون للفري راديكال عن طريق الاتحاد مع الاكتيفيشن. يعني ذا ليكويد كونتين ا كيميكال اكتيفيتر. هنا الاختلاف الزين اللي هو راح يحتوي على الكيميكال اكتيفيتر اللي هو هناك كان اكتيفيتر هيت الحراره. هنا كيميكال اكتيفيتر اللي هو تريشر اروماتيك امين 1 إلى 2% تريشر اروماتيك امين which activated the benzyl peroxide اللي هو initiator راح يسوي لي activation لل benzyl peroxide اللي هو initiator to produce free radical so that polymerization is initiated in manner similar to that described for heat cure acrylic. إنه راح يصير عندي polymerization بطريقة مماثلة للpolymerization اللي صارت بالheat cure acrylic. Upon mixing tertiary amine causes activation of benzyl peroxide. يعني بمجرد انه خلطنا mixing tertiary amine ويا البنزيل بيروكسيد راح تصير يعني انه activation راح يكون لي الفري راديكال. هاي انتهينا من الكولد. هسه راح يجي ناخذ لي انه يعني اذا اريد نقارن مقارنه الكولد بالهيت كيور. يعني هنا هاي النقاط راح يجي يحكيها مال كولد مقارنة بالكيور. lower molecular weights عرفنا انه هو هذا الكولد كيور الى low molecular weight من البنزايل بيروكسيد من البوليميثال ميثاكليريت العفو كليريت راح يكون low molecular weight. degree of polymerization not completed يعني مو ما راح تكمل compared to the to that achieved is you, using the يعني polymerization راح تختلف not completed يعني ما راح تكون مكتملة مقارنة ويا achieved using heat activated. زين denture processed have more residual monomer. هنا يعني cold cure راح يحتوي على more residual monomer يعني العديد من المتبقي من الريسيدوال مونومر 3 إلى 5% بينما ذاك لا 1% وراح يطاير ايفابوريشن يعني حيصير فايولتايل اعتقد هيجي كانت. زين اذا هذا الدينشر اللي هو الكولد هذا الكولد حيكون 3 إلى 5%. زين النقطة اللي بعدها color stability inferior يعني شنو color stability inferior ثبات اللون متدني يعني أدنى من ثباتيته بالheat cure. تريشر أروماتيك أمين success هذا susceptible to oxidation. يعني شنو susceptible to oxidation هذا التريشري يعني حساس للoxidation فبالتالي stabilizing agent should be added لازم إنه أضيف له فد ايجنت روابط او مثبتات او عوامل للتثبيت انه اثبت اللون بها. working time هنا الworking time is shorter than the heat cure طبعا يعني البوليمرايزيشن بالheat cure تطول اكثر من الcold. the chemically accelerated material start to polymerize soon after the powder and liquid are mixed and proceed more rapidly through the various consistency stage than the heat accelerated type. توصل بسرعة هذول ال various consistency stage مقارنة ويا ال heat accelerated type. زين less shrinkage طبعا يعني هي هاي ما حتطول مالتها ال working time فهي بالتالي راح يصير بي less shrinkage than heat cure reason يعني lower dimensional change يعني ما يصير فيها dimensional change lower يعني أقل من اللي يصير بالheat cure بس الheat cure قلنا راح يعالجه ويا absorption of water. decreased
transverse strength residual monomer act as a plasticizer. فمن راح يصير plasticizer راح يقلل لي من transverse strength والcompression strength والtensile strength والmodulus of elasticity قلنا أقل يكون. lower hardness هذا أقل صلابة من مقارنة ويا الheat cure. الheat cure يكون شوية ممكن أنه الhardness has lower hardness بس هو مع هذا انه الكولد كيور همينه حيكون lower hardness. اي بالضبط انه هو hardness همينه lower hardness اقل صلابة لكن الكولد كيور راح يكون اكثر اقل صلابة من ال الهيت يعني الهيت 22 والكولد 16 فاذا هو هذا lower hardness الهيت 22 الكولد 16 الى 18 زين هسه راح اجي على اللايت اكتيفيتد دينشر يا لو انا اختاريت بوكيت اعتقد هذا زين لايت اكتيفيتد دينشر اللايت light activated denture يعني هذا شنو لازم ضوء اسلط عليه بحيث راح يصير بي polymerization زين ما بقى شيء بس هذا اكمله لكم ونخلص هذا البارت نجي على هو هذا light activated this material is a composite يعني مثل العجينه مثل المركب يعني having a matrix of urethane dimethacrylate urethane dimethacrylate with an acrylic copolymer يعني مو homo polymer يعني copolymer يعني هواية يعني مو two or three types of monomer micro fine silica fillers micro fine silica fillers inhibitors and light initiator for polymerization شنو الانيشياتر مال هناك channel activator لازم هاي نحفظهم بالcold cure الانيشياتر اوكي البنزايل بيروكسيد معروف لكن مو استخدمنا اكتيفيتر شنو اسم الاكتيفيتر تريشري اروماتيك امين زين هنا احنا مو عاده نعرف الانيشياتر يكون بنزايل بيروكسيد بس باللايت اكتيفيتد راح يكون الانيشياتر هو كامفر جوينون امين كامفر جوينون امين هذا حفظ كامفر جوينون امين كل شيء باللون الاحمر بالملزمه مهم يعني يجي It is supplied in a premixed sheet. يعني شنو؟ شلون توفيره بصفائح يعني نقدر نشبهها مثل الكونات هي مخبوطة سابقا وجايت لي عدلة يعني single component يعني التكنيك مال ال light activated single component and drop from a light pouch having a clay like consistency. يعني شنو؟ مثل الحبل تكون in light proof pouch يعني شنو تكون أكياس مقاومة للضوء يعني معتمة ذات صلابة يعني having clay like consistency يعني مثل يعني انه consistency يعني ثخينة thickness بها قوي او dark انا يعني ما تتعرض لللايت وبالتالي من تتعرض لللايت راح يصير polymerization فانا ما اريد اعرضها لللايت it is polymerized in light chamber انه شلون اسوي لها هاي في chamber بضوء يعني غرفة بها ضوء اللي هي curing unit وحدة المعالجة with visible blue light ويا ضوء ازرق مرئي 400 الى 500 نانومتر is the activator in a curing unit. إذن أنا هنا عندي initiator لازم أحفظه. إحنا دائما نحفظ ال initiator كان هو دائما بنزايل بيروكسيد بس هنا صار كامفر جوينون أمين. زين. عندي هنا activator عادة ال activator بالهيت كيور هو الاكتيفيتر اللي صار انه فد حراره خارجيه او بالكولد الاكتيفيتر كان التريشري
هذا شنو كان نسيته التريشري اروماتيك امين. وهنا الاكتيفيتر ايش راح يكون؟ الاكتيفيتر راح يكون اول شيء اضعها بلايت شامبر. شنو هو الاكتيفيتر؟ راح يكون فيزيبل بلو لايت. فيزيبل بلو لايت ايش قد يعني؟ 400 الى 500 نانومتر. هو هذا الاكتيفيتر يعني كيورينج يونت. وين هذا؟ ان لايت شامبر. هذا يسموه المايكروويف البوليمرايز بوليمر. يعني هو هذا اليونت شامبر مالتنا مايكروويفز بوليمرايزد بوليمر. Reason are the same as used when conventional material or using especially microwave acrylic resin and are processed in microwave by using non-metallic flask. يعني شنو؟ هاي الريزن هي بحساب نفسها الـ الأشياء اللي نستعملها ويا الconventional material or using especially يعني أما التقليدية الأشياء التقليدية يعني أما حرارة اللي كنا قبل أو ندخلها بالواي هاي مايكرويف. او اللي هو هذا اللي قلنا قبل بالهيت كيور. او مثلا ادخلها using special microwave اللي هو الاكريليك ريزن and are processed in a microwave by using non-metallic flasks. The properties and the accuracy of these materials have been shown to be as good as or better than of those of the conventional heat cure material. يعني شو يقول لي؟ انه انه ثبتت انه عندي فت خصائص and the accuracy of this material والدقة مال هذه المواد اللي بهاي الطريقة يعني بالمايكروويف تكون good as good as good as or better than واحسن من اللي اتبعها بالconventional heat cured material. The advantage of microwave curing are cleaner and faster than the water bath polymerization. Processing time is much shorter. طبعا صح هذا هو بالنسبة لل بالنسبة هذا for heat cure. Heat cure reason. اوكي راح استعمله انه يكون احسن انظف واسرع والدقة مالته احسن better than وال processing time مالته 4 الى 5 minutes بينما ذاك نخلي مثلا 10 ساعات 8 الى 10 ساعات درجة حرارة 74 بالووتر باث او 74 ساعتين بساعة 100 سيليسيمو. خلي نذكرها انه هنا كان عندنا 100 سليسي لمدة ساعة و74 لمدة ساعتين 8 إلى 10 ساعات بال74 سليسي. زين إلى هنا طبعا هو هذا اللي راح أستعمله اللي هو النان ميتاليك. نان ميتاليك فلاسك فلاسك وهذا المايكروويف بوليمرايزد سكشن المايكرويف بوليمرايز بوليمر. اوكي اللي هو for heat cure reason انهي البارت هنا.